انت نفسك مريتي بحاجات كتيره في حياتك، يعني غير التمثيل، الحجاب وقلع الحجاب والباروكه وكل ده، هل يعني ده ايه؟ ده صابرين كانت متلخبطه، ولا صابرين كانت عايزه توصل لحاجه، ولا صابرين كانت بتقول لنفسها ايه؟ لا، صابرين كانت بتعيش كل لحظه بصدق. متهيألي كل ما بنكبر وكل ما بنعيش لحظات، عارفه زي ايه بالظبط؟ زي لما تكوني مثلا قصه حب عشتيها وبعدين باظت، فلما كبرت شويه، لما كبرت شويه، ايه ده، انا كنت ده معقوله؟ يعني كل ما بيحصل نضوج مثلا، وبعدين انا بؤمن باللي بعمله قوي. يعني لحظه مثلا ما لحظة قررت، لما قررت كنت مؤمنه إنك جدا انك تلبسي إني الحجاب. انا مش عايزه حاجه. كنت في لحظات كمان لخبطه، بعد ام كلثوم ونجاح الجامد قوي، استقبالات في العالم، الاوسمه الجامده قوي، هعمل ايه؟ تمام، ما حسيتيش ان ده ممكن؟ لا يعني لا، هقول لك على حاجه ثانيه. يعني مسقط اتشالت من زمايل وناس كتير حواليا، فاهمه قصدي؟ يعني ايه مسقط اتشالت؟ يعني كان في ناس بتحبني قوي على اني الحبوبه لطيفه. انما لما دب، يعني لا، دي منافسه. دي في، فابتديت ايه ده، لا يعني انا مش بتاعت كده خالص. انا يعني حد بيمشي جنب الحيط، يعني مش بيمشي جنب الحيط، يعني ماليش دعوه بحد، فاهمة قصدي؟ يعني ده كان حالة عزوف عن الدنيا، عزوف ممكن. عن العمل، كنت مش عايزة تمثلي ممكن. تاني؟ في حالة كمان انفصال في البيت، لخبطة. فأنتي أهم حاجة إن الواحد يعمل اللي بيحبه بصدق، يعني ما يبقاش في حد مثلا رغمك على حاجة أو عمل. وقت ما قررت إن أفك الحجاب، لأني برضو حسيت إن أنا لا بعمل الصح قوي ولا بعمل غلط قوي ولا ده صح. فقلت لي أنا ليه بوشين وبثلاث وشوش، يعني فاهمة قصدي؟ وبعدين ليه مواربة باب قوي كده، إني كل الناس بيقعدوا يهاجموني في حاجة اللي هي قصة الباروكة؟ طبعا. أنت كنت حاسة إن ده إيه؟ ده مواربة اللي هو طبعا. يعني بس قال يعني لما بقعد مع نفسي، احسن خطوه ما تعملي، مش عارفه، فاهمه قصدي؟ طب ما انت كنت طول عمرك ما بتلبسيش حاجه مثلا كده. طب ما انت طول عمرك بتعملي ادوار كل الناس بتشيد بيها بالاحترام. طب ما انت فاهمه قصدي ازاي؟ انما طب وبعدين ابتدوا بقى يعلقوا الشماعه. باروكه يا صابرين، اصل فاهمه ازاي؟ باروكه يا اصل كده. فكله كان يعني مش عارفه يعني. وبعدين كمان حسيت اني يعني ايه، لو الدنيا، لو انت كسبتي العالم وخسرتي نفسك، يعني مش لذيذ. اجمل حاجه انك تكسبي نفسك. انا حسيت في لحظه من اللحظات اني حابه شكلي كده اكتر، حابه اني ابقى مش فيك. في تصالح، في تصالح، في رضا. انا العلاقه بيني وبين ربي والله بجد، يعني ما حدش بيسالني انت صليتي الفجر امبارح ولا لا، ما حدش بيسالني انت صمتي في ليله يوم عرفه ولا لا، في حدش من حقه يسالك وكمان لا، لكن برضو ما حدش بيعرف يعني واجباتك اللي في السر قوي. ودي اسمى على فكره علاقات، دي اهم كتير بينك وبين اللي خلقك حقيقي. فعلشان كده دايما اللي بيسالني اقول لهم يا جماعه اللي هينزل في القبر معايا هو اللي يحاسبني. في ناس بتبقى حابه على السوشيال ميديا مثلا ان احنا بنحبك في الله، بينصحوكي بطريقه لذيذه، انا بتقبل ده منهم قوي على فكره، ما بقتش ازعل. وفي ناس مخصصه للتهزيء وللبهدله وللسوشيال، انت عارفه لجان معينه، في شيوخ معينين، وفي طبعا طبعا وبيقوموا زقين على السوشيال ميديا موجودين دي لجان على فكره. لا، وعلى فكره اللجان طبعا، وبيبان جدا يا لميس، بيبان اللي بينصحك بمحبه، وبيبان اللي داخل يشوطك وخلاص، فاهمه قصدي؟ لحظه ما قررتي ان انت تقلعي الحجاب، وانا فاكره اللحظه دي كويس، واتكلمنا مع بعض فيها، واتكلمنا على الهوا حتى. مظبوط. اللحظه دي انت حسيتي هنا ان انا مستريحه، ويا رب انت شايف جوه قبل ما بره. ده بجد بجد. انا قمت قلت له انا وكلتك امري، يعني انا خرجت من حول وقوتي واديت لك حولك وقوتك. انا ماليش دعوه باي حاجه، يعني انا بالنسبه لي ربنا طول الوقت. يعني في ناس كتير مش باللبس ولا بالحاجات دي، وربنا حقيقي بيحبهم. يعني دايما تلاقي تقولي ايه، دي كانت ست طيبه جدا، دي خاتمتها كانت غريبه تحفه، والناس تتحكي عليها وكده، وتكون سبحان الله يعني كانت حاجه فاهمه قصدي؟ فلا لا لا لا، اولا العبره بالخواتيم دي نمره واحد. نمره اتنين، فعلا فعلا بجد في ناس كانوا بيعملوا حاجات خير بشكل، وانا بقى شفت ناس كمان بيعملوا يعني كشكل عظام جدا، مية مية يعني التزام. انما
سلوك مع البر مع الام والاب مثلا مثلا زيرو. فدي برضو عملت لي حبه شوك يعني، اللي هو فاهمه قصدي يا لميس؟ يعني بتشوفي المفروض طبعا ان احنا لما نشوف الناس دي ما نعقدش حياتنا على تصرف الناس الاخرين يعني، لكن على ما اعتقد ان في الاخر انت بتشوفي انت بتعملي ايه مع مامتك وباباكي، بتعملي ايه مع اولادك، بتعملي ايه في بيتك، بتعملي ايه مع زمايلك، بتعملي ايه، ما بتضايقيش حد، بتحبي الناس، في عطاء، انت عامله كده راضيه ربك، بتصلي فروضك، بتصومي، بتعملي كل الكلام تمام. انت قدرتي تقفي الحقيقه قدام هجوم في الاول وهجوم في النص وهجوم في الاخر، بس انت قدرتي انك تعدي مراحل كتيره، ايه اللي كان بيقويك يا صابرين؟ اولا الخطوات، خطوات ال يعني اول ما لبست الباروكه، من ساعه ما لبست الباروكه والدنيا اتقلبت عليا، كان في اول حاجه في شيخ العرب همام او في الفنار، انك يعني اول واحده تمثل بالباروكه او الفنار، اول تمثل بالباروكه كان في الفنار. فطبعا اول ما لبست كده بقت الدنيا اتشالت واتهبدت ومش عارف ايه والكلام ده، كل عمل بنزل فيه ده، لدرجه يا شيخه لما عملت مسلسل كوميدي لما قالوا صابرين تعمل كوميدي بالباروكه، فانا يعني نزل المانشيت والله العظيم كده، كنت بعمل مع علي ربيع حاجه مع المخرج وائل احسان، حبيبي وائل احسان، انا قصدي اقول لك اني لما يكتبوا مثلا ايه يعني ازاي يعني صابرين بالباروكه، يعني ايه صابرين تعمل كوميدي بالباروكه، يعني اعمل كوميدي وانا ارعى او اعمل كوميدي، يعني ايه يعني، انا قعدت اضحك بقى اللي هو يعني بيستنوا بقت خلاص مثلا صابرين ومباروكه كده يعني. فحسيت اني هيبقى اللقب بتاعي صابرين ومباروكه يعني.